دشنت جامعة تعز امتحان القبول والمفاضلة بكلية الطب والعلوم الصحية قسم الطب العام والجراحة العام للعام الجامعي 2018-2019 واستقبال 2400 طالب وطالبة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. متقدمي امتحانات كلية الطب بجامعة تعز في إصرار منقطع النظير وعلى ركام الحرب التي خلفتها ميليشيا الحوثي الإيرانية يؤدون الامتحانات وكلهم أمل بأن تعود تعز بلد الثقافة والعلم. اختبرت اختبار قبول لكلية الطب، ليس والله حلوة سهل ما فيش حاجة بصعوبة، قادر ورقة اسمي في بي رقم التنسيق الحمد لله، جاء الورقة مكتملة في بي من كل الأسئلة متنوعة مسائل من كل شيء. الحمد لله كانت عملية التنسيق ممتازة جدا، جات كل اسم باسمه برقم جلوسه بكل شيء له. تقدم 2400 طالب وطالبة إلى كلية الطب والعلوم الصحية قسم الطب العام والجراحة وفق آلية ومنظومة التنسيق الإلكتروني لإجتاز القبول والمفاضلة. نحن اليوم ندشن امتحانات القبول والمفاضلة بكلية الطب والعلوم الصحية قسم الطب العام والجراحة للعام الجامعي 2018-2019، حيث تقدم للامتحان عدد 2400 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات القبول والمفاضلة لهذا العام، تم توزيعهم على 44 قاعة امتحانية مرتبين حسب الحروف الأبجدية طبعا، حيث تم الإعداد والتجهيز لذلك قبل الامتحانات بثلاثة أيام، وذلك لتلافي أي مشاكل قد تطرأ يوم الامتحان، وذلك لتوفير الجو الملائم والمناسب للطالب أثناء الامتحان. طبعا تم ذلك عبر فريق عمل متميز بالإدارة العامة للقبول والتسجيل وكلية الطب والعلوم الصحية. كلية الطب في محافظة تعز تعمل جاهدة على تقدير الطلاب والعمل من أجل مصلحتهم. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.